على قد ما تقدر. انا يجيبوني ماتش كوره بس. اليوم الحمد لله ماشي الى حد ما بشكل جيد، اقبال متوسط من الساده الصيادله. ان شاء الله نتمنى كده اليوم يعدي على خير ويزيد الاقبال ان شاء الله مع نهايه اليوم. اللي كان في المحافظات الحمد لله بيجي لنا اخبار ان هي الحمد لله منتظمه، لكن بيقولوا في بعض اللجان ثلاث محافظات الانتخابات ما تمتش فيها، فده بشكل قاطع بيفتح مجال للطعن على الانتخابات بصفه عامه او اعاده الانتخابات في هذه المحافظات، وبالتالي ممكن ياثر على اعلان النتيجه النهائيه. أنا شايف طبعا في إقبال جيد هنا في المقر بتاع القاهرة، وسمعت إن في برضه اسكندرية في إقبال جيد في اسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة. شايف إن في الناس عندها النية والتوجه إن احنا نبدأ نطلع من مرحلة معينة لمرحلة تانية عشان نبدأ نشتغل بقى ونفوق شوية المشاكل المهنة الفترة الجاية. كفاية بقى شكل السيء اللي احنا كنا فيه الفترة اللي فاتت، محتاجين نكون شكل أفضل من كده عشان الناس اللي بنتخهم دلوقتي جايين مش عشان أشخاص، جايين عشان مهمات معينه تتم الفتره الجايه عشان يهمنا قطاع الدواء يكون احسن من كده، الصيدلي الحكومي يكون وضعه احسن من كده، الصيدلي الحر يكون وضعه احسن من كده. لا ده بص طلعت Thank you.